ان الغاز المصري ابو 15 دولار في غرب تكساس ما بيعوش لاسرائيل بواحد ونص. ما عندك معلومات دقيقه في عندي المعلومة. معلومات دقيقه واتحدى الحكومه وانا تحديتها في مجلس الشعب وقلت انتوا ما بتقولوش افصحوا. وعجز مفيد شهاب وسامح فهمي هما الاثنين قاعدين عن الرد وطلبوا مهله يوم وجا النهارده الدكتور مفيد شهاب. لم يجرؤ الدكتور مفيد شهاب على ان يذكر السعر الذي نورد به الغاز لاسرائيل. انا النص ده معايا بالعبري لو حضرتك عندك ترجمه هنا في البرنامج. لا الحقيقه ما عنديش ترجمه. فيما بعد ده نص بالعبري بيقول ان بنيامين بني العازر وزير البنيه التحتيه في اسرائيل وسامح فهمي وزير البترول المصري وقعوا في عام 2005 اتفاق تجاري مدعوم سياسيا لتوريد الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل. يرد لي الدكتور مفيد شهاب او يرد رئيس الوزراء او وزير البترول على هذه المعلومات. ما ردش حتى الان. جاي يقول لنا ايه النهارده بقى؟ جاي يقول لنا ان في اتفاق بس الاتفاق ده فيه بنود اتفق الطرفين على انها سريه فمش هنقولها لكم. ده كلام انا برفض ده شكلا ومضمونا. يعني ايه مجلس الشعب المصري مش من حقه يعرف معلومه تتعلق بفلوس المصريين بأكل عيش المصريين حتى بثروة المصريين حتى لو في بنود سريه في الاتفاقيه؟ يعني مين من الذي خول لهذه الحكومه ان تعقد اتفاقات سريه؟ انا كمجلس الشعب مش عارفها. ملهاش في الدستور هذا الكلام. ده تنطع من الحكومه وعدوان على الدستور وخصوصا ان الكلام ده في الفلوس. يعني انا دي فلوس البلد. وخلي بالك الثروه المعدنيه والدكتور اسماعيل قال هذا الكلام في نص الدستور المصري. الثروه المعدنيه ملك للشعب مش ملك الحكومه وملك الاجيال. يعني المفروض يبقى عندي ثروه بستخدمها برشد عشان ما اطلعش مخزوني اضيعه في جيل واسيبه واطلعه باحسن فلوس ممكنه. يبقى انا الغاز الطبيعي اللي سعره في السوق ده روسيا بقول لك يا استاذ معتز روسيا واوكرانيا اللي هم اقرب ما يكونوا لبعض اما عملوا اتفاق روسيا بتدي ب$9 المليون وحده حراريه. انا بديها بدولار ونص لاسرائيل. انت متاكد من انا واثق؟ لا 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 انا اقول انا بتتباع ب 15 دولار واحنا بنبيعها بدولار ونص. انا اقول ثانيه واحده لمصلحه مين؟ لا لا هو ده السؤال. لمصلحه مين ايا كان لمصلحه مين هو ضد مصلحه المصريين. ثانيه يعني كل مواطن مصري مسروق منه الفرق ومحطوط لا 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 لدعم المحتل.